السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المواقع مش بس في الحاجات اللي احنا بناكلها والحاجات اللي احنا بنشربها، في بعض المواقع أو بعض الشركات المفروض إن احنا نقاطعها لأنها رسميا تبع الكيان. يعني حتى هو ده موقع، تمام، بيقولك ايه اشتري من الكيان، وايه المواقع اللي هي لما انت بتدعمها انت كده بتدعم الكيان. ده مش انا اللي بقول، ده كان اللي بيقول الصور دي متاخده من الكيان. طيب، موقع فيفر، تمام، ده عباره عن شغل فريلانسر، ليه بدائل كتير قوي. ليه ابورك فريلانسر، في حاجات كتير جدا بديله وخمسات وهكذا، فما فيش اي مشكله خالص نقدر نقطعه، تمام. واغلب الحاجات دي اصلا هتلاقي نفسك ما سمعتش عنهم خالص، تمام. ماندي ده موقع رخم. ليه رخم؟ كان المدير عندنا في الشركة كان مشترك فيه بحيث يبعت لنا كل شوية تاسكات. هو المفروض ان هو جايب نسخة تجريبية تخلص بعد شهر، الشهر خلص ويقول له ايه، طب احنا عشان انت حبيبنا هنجدد لك شهر كمان، نجدد لك شهر كمان. كنا كل شوية نضحك، يا عم خلاص مش عايزين، يا عم زهقنا. دي بدائل طبعا كتير جدا في موضوع تنظيم الشغل. عندنا موقع بوتون، هنجيب لكم موقع تانية اوبن سورس كتيرة بديلة ليه، تمام. لو انت عايز اي بديل من دول، انا بس عايزك تهتم لو انت مشارك الحاجة من دول لازم ان انت تلغي الاشتراك فيها، تمام. ويكس في ناس كتير مشتركة فيه، تمام، ما خلاص لازم نقفله. سيميلر ويب برضو خلاص في بدائل برضو تانية ليه. طيب، اي بيت الموقع حيت ماشي. طيب خلينا نشوف مثلا اهوت، لو انت عارف اي واحد فيهم ابعد عنه. طيب خلينا مثلا بوتون، هعمل ايه؟ بكل بساطة هدخل موقع اسمه الترناتيف، ده بيقول لي البدايل لأي موقع أنا عايزه أو أي برنامج أنا عايزه، وأجي هنا وأكتب بوتون وأقول له أعمل سيرش، تمام. وبيقول لك عندك 69 بديل، تمام، فبسيطة خالص. وأي حاجة أنت بتشتريها ابدأ شوف البدائل المجانية ليها، تمام. طيب تعالى كده، ده البدائل 69 بديل، هتلاقي بدائل كتير اهوت، تمام. ده اهو، ده بيعمل نفس الحركات وأجمل، ودوت برضو، تمام. طيب أنت عايز الحاجات اللي هي مجانية، مش عايزين ندفع فلوس لأي شركات إلا لو شركة عربية. كل اللي أنت تعمله فلتر فري، تمام، فيبدأ يجيب لك الفري أو الفري مام. فري مام يعني بيقول لك هديك إمكانيات أو هديك إن أنت تجرب لمرحلة معينة وبعد كده تدفع فلوس، ماشي. طيب ده برضه هو موقع كويس، تبدأ بقى تشوف إيه البدايل اللي أنت تقدر إن أنت تشتغل بيها، وان شاء الله مش هتسيب اي موقع غير لما نقول لكم على البدائل بتاعته، بحيث ان انت تقدر ان انت تجرب زي ما انت عايز. يعني خلينا نيجي هنا اهو، عندنا فيفر اهو، هاجي هنا واقول له انا مش عايز ادعم ليه 123 بديل، ماشي اهو. فريلانسر ده اشهر واحد، تمام. طيب انا مش عايز الحاجات اللي هي، ممكن تقول له انا عايز اونلاين، عايز كذا، عايز كذا، انا هخلي الفلتر فري، ماشي، هيبدأ يجيب لك البدائل. طيب لو انت عايز تعرف معلومات عن فيفر و 74، يعني 74 واحد مشترك في الموقع شكر فيه، ماشي. احنا بقى هنيجي هنا هتلاقي ده في حاجات تانية تبدأ تشوف ايه البدائل الكويسة اللي انت عايز تعتمد عليها. وطبعا لو بديل مصري عربي اسلامي اشترك فيه على طول، بدل، تمام، احسبها عند ربنا وبدل، تمام. ولو انت عايز بقى تكتب كومنت وتدي تقييم، مفيش مشكلة، توصى بيهم، احنا توصينا بالفيسبوك، خلينا الريتنج بتاعه يقل جامد في جوجل بلاي. لو انت تعرف اي موقع تبع الكيان اكتب لنا عشان نقاطعه تماما ان شاء الله.